شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيدة النائبة. قطاع النقل الطرقي للبضائع محرر منذ سنة 2003، منذ ذلك تخضع الأسعار ديال نقل البضائع للمنافسة الحرة بناء على العرض والطلب وفقا لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة. لا بد هنايا أن نذكر بأن العدد ديال المقاولات ديال النقل اللي تتفوق حمولتها 3.5 طن تتفوق 35 ألف مقاولة، وهو ما يدل على قوة ومستوى المنافسة داخل القطاع، إضافة إلى مقاولات صغرى لنقل البضائع اللي تتستغل عربات دون 3.5 طن واللي تيبلغ العدد ديالها تقريبا 300 ألف. تيبقى الدعم اللي قررته الحكومة لمهني قطاع النقل الطرقي ذو طابع استثنائي بالنظر إلى السرعة القصوى في ارتفاع أسعار المحروقات، واللي كان من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في السلاسل اللوجستية الداخلية، وبالتالي فإن أول هدف لهذا الدعم كان هو استمرار حركة نقل البضائع والمحافظة على الحركة التجارية الاقتصادية لتفادي أي اضطرابات في سلاسل التموين، وهذا ما حققته هذه الحكومة من خلال هذه العملية الاستثنائية. وشكراً.